هتحاسب هتحاسب مكاني لو انا هدخل النار ادخل النار مكاني. الناس عامل ايه حضرتك فاكر طبعا ازي حضرتك عامل ايه اخبارك؟ طيب عايز قاتل معانا اخر جزء ثاني ثالث قصدي معلش وعايز تشارلز جزء ثاني عشان في ناس المترجمه المترجمه كنت عمال بدور على المانجا بتاعه جوجو ما لقيتهاش ف دوكي ما بوي اذا سكن دود انا بقى لسه ساعتين بدور على جوجو مش لاقي جوجو يا مان مش لاقي جوجو بتبيعوا فين المانجا يا بني ادمين ها ها كان في جنبي من شويه وانا بجيب البوستر دوت كان في تلاته جنب جنبي لقوا البوستر بتاع جوجو قاعدين بيتخانقوا عليه فاهم هما بعد ما مشي بقى انا قعدت تقريبا من ربع ساعه بدور في البوسترات لحد ما لقيت البتاع اللي في ايديا دي فاهم وات ا وين بس ب 10 جنيه يعني كده كده معلش ازقه كمان لازم اجيب واحده دبل فيس بقى فاهمين دي تتحط جنب الكمبيوتر بتاعي على طول اظن ان احتاج ان انا اعرف اكتر عن الكالتشر فن الشاي دبس دبس العمل التجاري اي لوف بزنس نوفر فلوس من جوجو انا اعتقد يعني انا لحد دلوقتي مش عارف اذا كان تشاينيز اللغه اللي انا عايز اتعلمها ولا لا يعني لسه بفكر في كذا لغه يعني بفكر لسه في الالماني بفكر في التركي بفكر في لا الانجليش لحد دلوقتي الانجليش لحد دلوقتي بحاول ان اظبط حالي فيه هو ضايع نوعا ما ولكن لسه يعني بعرف ان انا اتواصل مع الناس بيه يعني فاهمين فمش عارف اذا كان التشاينيز هي اللغه اللي انا عايز اتعلمها انا عارف انها لغه عامه مهمه انك تعلمها بس يعني سكرو ات انا عايز اتعلم حاجه انا عايز اتعلمها دود اتس هير انت جورجيس بس انا فلوس مش هتكفي ايه ده الكاميرا مالها في ايه قال لي ايوه كده الكاميرا دي هجيب لي شلل حط نفسك مكاني كده انت جاي عشان كتاب معين تلاقي بقى يا معلم تلاقي ان فلوسك مش مكفيه ليه لان انت اصلا صرفت فلوسك اساسا على حاجات تانية عشان انت ما كنتش لقيت الحاجه اللي انت كنت عايزها فقلت اوكي انا مش عايز اطلع منها فاهم طبعا مول من غير حمص يعني انا مش عارف بس مش عارف مش عايز اعرف خالص يعني مش عارف ومش عايز اعرف هو عايز اشرب ميه وامشي عايز اشرب ميه وامشي but we got a lot of stuff ده المهم no ما تروحوش بتاع ده عندكوا اماكن كتير يعني ممكن افضل دانكن دونات على ماشي في ده بصراحه